هذه أصل كلمة بنها شنو؟ بقول هي بنها يعني بين القاهرة والمنوفية. الله. أما محافظة أحسن رجال رجال بنها ها؟ محافظة الأقصر أي الصولجان وأطلق عليها وأطلق عليها العرب هذا الاسم أقصر جمع الكلمة جمع لكلمة قصر حيث جمع كلمة قصر قصور وجمع التكثير الأقصر وذلك نظرا للقصور والمعنى التي بها عن بيت قصر قدام المسجد القصور جمع كثرة لكن الأقصر جمع قلة لأقلب مثلا أو إن أنت لو قلت أسياف وسيوف يبقى سيوف أكثر من أسياف وشهور وأشهر بالأشهر أقل ما زاد عن 10 يبقى شهور خالد الشاشة بتلف تعرف تثبتها لي أنور يعرف أنور أنور نعم ثبت لي الشاشة لأن الشاشة بتلف فيها ثبتها في حاجة بيدوس على هنا كده شرقية يلا هذا مقبل مقبل يتكلموا على الشرقية بلدك إلى اسم إلى أسرة أحمد زرزوق الكبير وهم الذين أنشأوا قصر زقازيق صحيح مقبل ثم نزل في التاريخ والجغرافيا يا خالد إبراهيم باشا زرزوق الكبير بجوار القناطر حي حي حلو كسرت تليفونك عشان خاطر مقبل حي حي انا قلت حي الله حي الله حافظك انا شلت منه البتاع اصلا سويس وعايز اسمها قديم القلزم ايوه اسوان عرفت بديه اسوان في اللغه الانجليزيه باسم سون بمعنى السوق وصل والله عمره طويل توني بقول هاني وين الساندويتش اطم السلام والله انت عمرك طويل هاني صراحة سمح الله توني بقول وين الساندويتش اسيوط اسيوط قبل يد الشيخ لا بس انت ذاك اليوم ما شاء الله عليك التمرين اللي سويته الرجلة بطل اشهد له والناس كلها تشهد له دكتور احمد رمضان طلع يوم الجمعة راح المقبرة مع السيد خالد ورفع العش صالح العجيري اي والله تصور بالجريدة فياضي اول صورة وصرفها اول واحد الاعلان تصوره بألف دينار قيمة الاعلان ألف دينار وصرفها في الساتليت بالريج بعدين شافت الصحف المصرية صباح الخير يا مصر طلع الصحف المصرية وشفت صورة رمضان ما شاء الله في تلفزيون الجمهورية العربية المصرية رمضان الفياضي الصحف المصرية انت شفت الصحف المصرية بتتابع يا راجل يا محمد الصحف المصرية كل يوم الساعة 7 بتتابع الصحف الكويتية والجريد العالم صباح الخير احمد رمضان طلع في فياضي التلفزيون المصري في مصر طلع الصبح الساعة 6 عاملين معه مقابلة الصحف المصرية قناة ترند الكويتية قابلة قنوات العالم خليج الساعة 7 الصبح بتوقيت 6:30 مصر الصحف المصرية مهم هاني قبل يد الحجازي لا 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 عم الله يخليك بس هذا الرجل خد ايه يعني من النصوص طلع خد شهرة واسعة وانتشر فياضي قول ما شاء الله كاكا هذه على طول باذن الله وين بحساب ولا بغير حساب ولا هو وتريد معي